السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير يلي معانا، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا، حلقة جديدة في يوم جديد في بداية أسبوع جديد، وصفات كلها قوية وتعجبكم جدا جدا إن شاء الله. النهاردة عندنا غدوة أول ما بقول اسمها قلبي بيدق 3 دقايق. النهاردة عندنا الشاورما، هنعمل الشاورما بتاعتنا سواء سندوتشات أو هنعمل منها كمان فتة شاورما، بس الرقة على المقادير المظبوطة بإذن الله، وكمان طريقة الشاورما اللي هنعملها النهاردة على الصاج، عشان كده سميتها لكم شاورما الصاج، طريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. شاورما الصاج بتاعتنا النهاردة عبارة عن إيه؟ كيلو شاورما، كيلو لحمة متقطعة شاورما، ممكن بفتيك وقطعه نفس الحكاية لو أنا عندي دلوقتي بفتيك في الفريزر. بعد كده عندي ليا مفرومة، حتة ليا مفرومة صغيرة، طماطم وبصل متقطعين جوليان اللي هو تقطيع الشاورما الرفيع ده هنشوفه مع بعض، معلقتين كبار زبادي أو علبة زبادي الصغنونة خالص بتاعت الشركات، ثوم مفروم، وبعد كده معلقة صغيرة من بهارات الشاورما، لو ما عنديش حطي ممكن نحط أي بهارات موجودة عندنا في المطبخ، ملح وفلفل أسود، شوية خل وزيت، وبعد كده للسندوتشات خيار مخلل وبقدونس مفروم، ده في الاخر خالص زي ما هنشوف مع بعض. دي كده المقادير بتاعت شاورما الصاج بتاعتنا. نقولها تاني عشان خاطر سمر، صباح الفل يا سمر. نقولها تاني عشان خاطر سمر. مقادير شاورما الصاج بتاعتنا: نص كيلو شاورما، احنا هنعمل شاورما اللحمه النهارده، ليا مفرومه، بصل وطماطم متقطعين جوليان رفيع خالص، علبة صغيرة جدا اللي هي علبة السوق زبادي اللي هي علبة الشركات، ثوم مفروم حوالي معلقة صغيرة، بهارات شاورما أو أي بهارات تشكيلة بهارات موجودة عندك، ملح وفلفل أسود، خل وزيت، وبقدونس مفروم، وبعد كده هنزود خيار وتومية للسندوتشات، ومقادير التومية هنبقى ننزلها لما نيجي نشتغل فيها إن شاء الله. أول حاجة هعملها عندي سواء عندك صاج زي اللي عندي ده زي حالاتي كده، او ما عندكيش تقدري تستخدمي الصاج بتاع الفرن اللي بيجي اصلا مع الفرن الصاج الاسود، مفيش لا ده ولا ده، استعملي صينيه عاديه جدا مدوره مربعه اي صينيه كبيره، بس لازم تكون مساحتها اكبر من كميه الشاورما اللي هتعمليها بيها، واحطها على النار. اول خطوه انها لازم تكون سخنه مولعه، ابتدت حتى تدخن معايا اهي زي الفل. دلوقتي هتبل الشاورما بتاعتي، هعمل ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، هتبلها في مصفى عشان كل العصارة الزيادة بتاعة التتبيلة تنزل، عشان أنا مش عايزة الشاورما طرية، عايزاها متتبلة بس ما يكونش فيها سوائل معايا، عشان لما تاخد صدمتها ما تنزلش المية بتاعتها وتنشف معايا. حاجات بسيطة مهمة جدا لكن في التحضير بتفرق. فأنا الأول هعمل هنا التتبيلة بتاعتنا اللي هي نقولها تاني زبادي. إيه كمان؟ نجيب معلقة صغيرة، بسم الله، ثوم مفروم، قلنا معلقه صغيره ثوم، مش هنكتر عشان طعمه ما يبانش قوي، يبقى زبادي، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، وبزود الفلفل الاسود شويه، كل ما بتزوديه هو والبهارات بيدي طعمه في منتهى الجمال، وادي بهارات شاورما او اي بهارات موجوده عندك. ايه كمان هحط؟ فين خل وزيت؟ ادي الزيت اخر حاجه، هنحط الخل عشان الخل بيطريها، الخل والزبادي بيطروا الشاورما جدا. ادي كده بصوا شويه خل كده حلوين، ماشي، وبعدين هقلبهم مع بعض كويس كده. كده فاضل لي الزيت لسه ما حطيتوش، اخر حاجه هتكون معايا، هقلب كده كل التتبيله دي بهذا الشكل كده، وبعدين بعد ما دوبت كده كله في بعضه هروح حاطه الزيت، ده اخر حاجه معايا كده، ماشي خلاص كده جهزت معايا. دي التتبيله الاساسيه بتاعه الشاورما، وبعدين هروح واخده كميه الشاورما اللي عندي وانزلها في التتبيله بالشكل ده، وهقلبها كده كويس قوي قوي. طبعا انتوا عارفيني تقليب المعلقه ده ما بياكلش معانا على طول كده، بصي بقى كف ايدك ودعاكي الخلطه بالشاورما خلي الشاورما الجميله
تشرب الخلطه الجباره بتاعتنا بالشكل ده. وهنا محضره مصفى وتحتيها بوله، هروح واخده الشاورما بالخلطه دي في المصفى كده، تصفي لي كل الزيادات عشان تبقى ناشفه معايا. كل ده بقى يا كنزه وانا عامله ايه؟ حاطه الصاجه على الاربع عيون بتوع البوتاجاز تسخن كويس قوي، واشيل بقى كل الحاجات دي كده ووسع لنفسي واجي نشوف هنعمل ايه مع بعض. يبقى احنا كده ماشيين مع بعض خطوه 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 خطوه. ادي عندي كده الشاورما، اديها بالمصفى كده خبطتين حلوين تنزل لي كل العصاره الزياده. عندك وقت سيبيها كده نص ساعه تبقى احلى واحلى، خلي الزبادي والخل يضطروا لك اللحمه جدا. زي حالاتي ما عندكيش وقت وعايزه تشتغلي على طول، اشتغلي على طول. بص كل الزياده، كل العصاره الزياده عماله تنزل من المصفى ازاي، اللي هي ممكن تطري لي الشاورما وتخليها تنشف معايا. خلاص كده. طيب هنا ادي الصاجه ابتدت تسخن كويس قوي، انا مشغله تحتيها الاربع عيون مع بعض على اعلى درجه حراره. احط شويه زيت، وطبعا سهل جدا ان الصاج بتاعي ده يدي تقويسه كده دلوقتي من النار زي الصبح وانا بعمل النسخه. لو عمل كده بنروح فردينه زي ما هنشوف، لو اتقوس هوريه لكم بفرده ازاي قصاد بعضه من الجنبين، مفيش اي مشكله خالص. بصوا اول ما حطيت الزيت عشان الصاجه سخنه دخنت معايا وهو المطلوب. والصينيه عندك لو هتعمليها في صينيه نفس الحكايه، لازم تسخن كويس قوي كده. وبعدين هروح واخده الشاورما ووزعها على الصاجه كلها في كل حته. بسم الله، بصوا كده بصوا الصاجه اتقوصت ازاي من النار، هنعدلها دلوقتي مع بعض في كل حته كده. وزعيها ما تحطيهمش فوق بعضهم. وبعدين نقلع جوانتي بقى اللي مطرحه اللحمه ده، نلبس واحد نضيف يا كنزه كده. الريحه طالعه بقى، يا خبر ابيض على الجمال والحلاوه بتاعتها النهارده. تعالوا الاول نعدل الصاجه دي، مفيش فوطه تانية يا ولاد. بصوا ادي فوطه، بسم الله، وادي فوطه، بدوس هنا وراح عادله كده الاول، وبعدين اعدل كده بالراحه خالص كده اهي، عمال يتقوس معايا من النار بس كده على قد ما نقدر. وهجيب بعد كده سكينتين من بتوع الاكل، او لو عندك سباتولا اللي هي الستانلس تقضي معاكي الغرض. بصوا شموا الريحه بقى دلوقتي معايا، الصبح كنا بنعدله كده كان بيتعدل مش عايز يتعدل. يا داليا صباح الفل، صباح الفل يا داليا، صباح ريحه الشاورما اللي طالعه يا دولي. الله الله على الصبح كده سندوتشات. ايوه انت لسه جبتي الشاورما دي، هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ لا ما انا عارفه ابداعاتك. الله يخليكي يا دليا، لا مؤاخذة الحفايه مضيقه صوتي. يا حبيبتي الف سلام عليكي. الله يسلمك، عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا دليا، فضل ونعمه يا حبيبتي. الحمد لله. والنبي يا علوله عايزه اسالك على البدل الاسكتلندي في حاجه. قولي لي. بصي ماما كانت بتعمله جميل قوي، بس انا ناسي عجنته من اللي بيتحط فيها خميره ولا لا؟ اللي هو البدل الاسكتلندي اللي هو اللحمه المفرومه وجواها بيضه مسلوقه وبتتلف برول كده في عجينه. لا طبعا مفيش، ما فيهاش خميره. لا لا خميره ليه؟ بنعملها بتخمر ما بتخمرش. لا هي فيها عجينه، ده لحمه مفرومه وبيض مسلوق. ما بتتلف في عجين. لا انت قصدك اللي بتتلف في عجين، لا برضو ما تحطيش خميره عشان ما تنفش منك. ما انا ده اللي لا 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 هتنفش منك يا حبيبتي. يعني اعملها يعني عجينه عاديه مره. عجينه عاديه جدا من غير خميره، حطي فيها بيكنج باودر بس. طب يديها تفتيحه بس مش اكتر من كده. تمام، وتسلم ايدك، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، تعيشي كل سنه وكلنا جميعا طيبين. شايفين يا جماعه؟ بصوا انا عايزه اقول لكم الريحه طالعه عسل. دلوقتي بقى كميه الشاورما اللي عندك دي هنزودها بضعف. هنزودها بضعف بايه؟ قوليلي. بصوا بصوا لما اروح ماسكاها كده في النص واروح عاملاها كده عشان اقلبها كلها بالسكينتين اللي في ايدي، او زي ما قلت لك لو عندك اي سباتولا اي حاجه استنلس كده اهو، تقلبي فيها بالشكل ده، تفرجي كده، فرجيها خالص، تاخد السخونيه بتاعه الصاجه كل حته في الصاجه
وبعد كده تروحي لماها على بعضها تاني زي ما بتاع الشاورما بيعمل كده بالظبط يعني، ونروح مقلبينها كده مع بعضها اهو كده، شايفين ازاي؟ فرجي تاني كده، خلاص هي كده دخلت في السوا. وخلي بالكم من حاجه مهمه، الخل اللي فيها بيسرع سواها اصلا. اصلا دايما لحمه الشاورما بتبقى انعم حته في اللحمه، بتستوي بسرعه، زائد الخل اللي احنا حاطينه كمان بيسويها بسرعه جدا. هي كده زي الفل، كل ما تشرب التتبيله بتاعتها اللي نازله دي كل ما تدي نتيجه احسن. طيب لو انا حسيت انها لسه نيه وقلبي مش مطمن كده وحاسه انها هتشد معايا، وهي في المرحله دي تزودي كوبايه ميه سخنه وتفضلي تقلبي فيها لو انت شاكه ان اللحمه بتاعتك ممكن ما تستويش كويس. كوبايه ميه سخنه، ولازم تكون سخنه عشان انا دلوقتي قفلت المسام بتاعه اللحمه. لو حطيتي ميه من الحنفيه ميه عاديه هترجع تاني تشد معاكي. ميه سخنه واللحمه كده المسام بتاعتها اتقفلت زي العسل. بصي بقى يا ستي، هروح واخداها دلوقتي كده على جنب كلها، هوسع كده الصاجه بالشكل ده وبعدين هروح الريحه مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. النهارده انا بعذبكم بمعنى الكلمه. حته ليا بقى يا ست سمر كده، ايوه فتحوا ليا كده، وبالسكينه اديها كده تقليبه كده، وبعدين انزلي بالبصل. الله على ريحه ليا، انزلي بالبصل على ليا. على فكره البصل هنا والطماطم ده ايه تبع ذوقك انت، عايزه تحطي فيها بصل، عايزه تحطي طماطم براحتك، عايزاها لحمه بس وحته ليا برضو براحتك. يعني البصل والطماطم مش اضافات اساسيه، لا دي تبع ما انتوا تحبوا. بصوا قلبي بقى البصله كده مع ليا، يا على الروايح يا روايح الشاورما. عرفتوا ليه بقى بقول لكم اول ما بقول شاورما قلبي بيدق ثلاث دقات؟ طب بذمتكم دلوقتي وانتوا قاعدين في مكانكم كده قلبكم دق كام دقه؟ بصوا ادي البصله دبلتها مع اللية كده، وبعدين هروح جايبه الشاورما عليها بالشكل ده، واروح خلطه كده كله ببعضه. يا ام رامي، يا صباح الفل يا ام رامي. صباح الفل. ازيك يا ام رامي؟ صباح الفل. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، انا اسفه بس على صوتي من وهل. لا الف سلام عليكي، لسه عندك برد ولا ايه؟ لسه عندي برد. شويه الشاورما دول يا مرامي طلعوا لك اي برد. ما شاء الله زي العسل والله، ما شاء الله زي العسل من ايديكي. تسلمي لي، تسلمي يا قلبي، تسلمي. بجد شكلهم ما شاء الله، انسان عليا كله. ربنا يخليكي، انت لسه شفتي حاجه؟ ده احنا لسه هندلعها كمان وكمان دلوقتي. طبعا 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 طبعا. تسلمي لي. انا مالها لازم تدلع كل حاجه. ربنا يخليكي يا رب. والله يسلمك ويوفقك. تعيشي والف سلام عليك يا ام رامي. الله يسلمك حبيبتي قلبي، الله يسلمك. مع الف سلامه. كده انا دبلت البصله بالليه وخدت الشاورما عليها، خليت البصله شربت بقيه التتبيله اللي كانت نازله من الشاورما وخدتهم على جنب، فضيت مكان. المكان ده هنزل فيه طماطم، وزي ما قلنا دي اختياري براحتك خالص، بس لازم الطماطم لما تنزل الصاجه تبقى مولعه عشان الطماطم ما تنزلش ميتها. يعني كده بصوا سخنت مولعه اهي قدامي اهي. اروح واخده الطماطم مفرداها كده، سامعين الصوت ده؟ كده اضمن ان الطماطم ما تنزلش الميه بتاعتها. بس زي الفل، مفيش بعد كده، الف هنا وشفا للكل. واروح جايبه نفس السكينه برضو، واروح مقلباها كده في بعضها كده، يا دوبك الطماطم تدبل بس. تاني يا جماعه عشان ممكن ناس تيجي تقول لك لا طماطم وبصل على الشاورما، دي اختياري. لو عايزه تعمليها في البيت حطيها، عايزه تعملي الشاورما بس براحتك. بصوا يا دوبك الطماطم دبلت، بس شايفه يا سمر بقى حلاوتها؟ دبلت ايه؟ ناشفه. انت شايفه الطماطم نزلت ميه؟ ابدا. بعد ما اديها التتبيله دي كده على الناشف كده بالشكل ده، اعمل ايه بقى يا سمار؟ اروح جايبه خليط الشاورما بالبصل. يا حلاوتك يا جمالك. احنا يا جماعه عايزين نقف على ايه؟ على باب المدينه او على باب القناه ونبيع ونعمل سندوتشات ونبيع. الريحه لوحدها هتجيب المدينه كلها كده اهو، شايفين ازاي؟ وخلاص تخيلوا ان انت كده عملتي اكله شاورما عسل وسكر.
وخلاص بصوا بقى اهو فرجي كده، خلي لو في اي سوائل لسه موجوده تنشف عشان لما تيجي تعمليها سندوتشات ما تبلش العيش وتقطعه معاكي. خلاص كده شكرا ليها. هنطفي النار. انا خلصت، تخيلوا تخيلي يا سمر، وعايزين نفضي كل ده. تخيلي كده طفيت النار، هروح جايبه الصاجه قدامي بقى بعيد عن البوتاجاز. بسم الله كده، وكل حاجه ناشفه اهي قدامك. اخر حاجه بعد ما ببعد الصينيه بعيد عن البوتاجاز وخلاص طفيت وكل حاجه استوت، البقدونس ده اخر حاجه واهم حاجه في الشاورما. يعني انت ممكن ما تحطيش بصل، ممكن ما تحطيش طماطم، لكن الشاورما البقدونس ده اساسي معانا. يا هناء يا هنوعه، يا هنوعه اهلا وسهلا. عامله ايه وازي صحتك؟ ازيك يا هناء، اخبارك ايه؟ وايه الشاورما الجميله دي؟ اتفضلي معانا يلا. الف هنا وشيرة. يا ريت، جميله جميله بجد، احنا فعلا لازم نعملها النهارده. يلا يا جميل، والله عارفه الريحه هتجيب لك الجيران، هتلم الجيران عليكي. لا ما هي باينه جميل. انت عامله ايه؟ ازي صحتك؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، تسلمي يا رب. دايما يا حبيبتي الخير كله عندك يا حبيبتي، منورانا وكده وفي الدع دايما كده جميل. ربنا يخليك يا هناء، الف شكر يا حبيبه قلبي، اشكرك. بصوا بقى خلاص، ادي كمان البقدونس، وادي شكل الشاورما بتاعتنا. اعملي بقى كده فتحه كده صغنطوطه، هنعمل فيها ايه الفتحه دي؟ هنجيب فحمايه. امال ايه، شاورما شاورما يعني. وهنجهز فويل جنبينا، وبعدين هروح حط عليها كده سنه زيت، بسم الله على الفحمه كده سنه صغيره خالص، واروح على طول قفل عليها كده، اكتم بس الدخنه بتاعه الفحمه دي عشان تديني بالظبط شاورما المحلات، وتديكي كمان شاورما مشويه على الفحم. يعني النهارده بصوا مش قادره اقول لكم على جمال الوجبه بتاعتنا، يعني كامله متكامله وبسرعه جدا وخلصنا. ودي اهم حاجه عندي، ان دايما 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 اعمل حاجتي بسرعه، ما اقفش طول اليوم في المطبخ. ماشي خلاص كده، يا دوبك هي خدت الريحه، شيلي الفويل شموا بقى، خدوا خدي خدي يا سمر شمي، خدوا يا جماعه في الكنترول شموا يلا. ان شاء الله ما حد حاول شموا. يا مدام مها، يا صباح الفل. يا صباح الخير، الريحه جايه لي يا شيفا، اعمل ايه يعني الصبح كده؟ على المعمل يا مها يلا. ما المعمل والله مفتوح اهو، مستنيين يعني. يلا اي حته لحمه عندك طلعيها دلوقتي واشتغلي على طول يلا باذن الله. باذن الله يا شيفا، تسلم ايديكي، جميله قوي، طريقه جميله جدا يعني، سهله صراحة وسريعه، ومش قادره اقول لك على الريحه بجد. لا ده الريحه فظيعه، الريحه يعني حاسه بيها والله. الف هنا وشيفا ليكم جميعا. تسلم ايديكي، وكل سنه وانت طيبه وكنزه ومنه والاستاذ احمد وكل الكاست كلهم بخير يا رب. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكلنا طيبين وبخير يا رب. جايبه عيش سوري شارياه من المطعم ده جاهز، وعندي طاسه او جريل احطها على النار تسخن على ما اعمل السندوتشات بتاعتي. مش هنعمل كتير عشان الوقت، هعمل لكم اتنين بس، هنشوف الطريقه ازاي. بس زي ما انتم شايفين ترتيب الخطوات يا جماعه مهم جدا. يعني انا دلوقتي قبل ما ابتدي في السندوتشات حطيت الجريل يسخن، وقبل ما ابتدي في تتبيل الشاورما وتجهيزها كنت حاطه الصاجه تسخن معايا. نفردها كده ونبتدي بقى نشتغل في السندوتشات بتاعتنا. عندي توميه عاملاها الصبح، هنزل لكم مقاديرها دلوقتي على الشاشه، تشوفوا المقادير برده تعمليها على طول وتحطيها في الثلاجه تسقع على ما تعملي سندوتشات. وعندي خيار مخلل، وبرده الخيار المخلل السريع عملناه قبل كده مع بعض. بصوا ملكوش حجه، كل حاجه عاملينها مع بعض، ملكوش حجه النهارده. وجبه الشاورما دي لازم تدوقي الولاد اللي قاعدين اجازه النهارده، وقبلهم ابو الولاد ان شاء الله. يلا نقول مقادير التوميه بتاعتنا عشان تعملوها على طول. ها قولوا لي، نزلوا لي المقادير يلا. بصوا ده العيش السوري، جيبيه من اي مطعم. مقادير التوميه اهي قدامكم، بعمل مهلبيه نشا تقيله، كوبايه نشا على كوبايتين ميه، دي المرحله الاولانيه، وعلى طول بحطهم على النار وافضل اقلب لغايه ما تعمل لي مهلبيه نشا تقيله. باخدها في الخلاط واضيف عليها بقيه المقادير التانيه،
معلقتين كبار عصير ليمون ومعلقه صغيره ثوم مفروم، ملح وفلفل، كوبايه زيت بتنزل من الخلاط من فوق، ونص كوبايه ميه بس. دي التوميه بتاعتنا. بصوا يا جماعه ادي العيش السوري اهو، هو كده كده بيجي متنيه الحته دي، الحته دي اللي هي بحشي فيها. عندي هنا كسره اللي هي مطرح التانيه دي والتانيه دي، كل حدود الحشوه بتاعتي في الكسره دي، كسرتين اللي على الجناب والمنطقه دي زي ما هنشوف مع بعض. ادي اول حاجه التوميه، بصوا كده افرديها. الناس بقى اللي زي حالاتي اللي بتحب التوميه كتير، وخيار مخلل كده. يا مدام ناديه صباح الفل. الخير يا وش الخير. صباح الهنا يا مدام ناديه. اهو النهارده بقى عسل عسل عسل. انت اللي عسل وسكر وحياه ربنا. ده انت اللي معلم معلم كبير في الشاورما. ايه الجمال ده؟ شفتي الشاورما بتاعتنا؟ ولسه بقى الفتره اللي جايه دي. والله انا قاعده تهيألي شم الريحه عندي والله. بصي بصي السندوتش يا مدام ناديه، بصي يا سلام. انا تعبت نفسي، انت تعبي. بصي كتني كده وتروحي. ايه بقى؟ بصي انا هوعدك هعملها بس مش النهارده، النهارده عندي نجريسكو وفراخ. الله عليك. لا يا اختي ده انا جايه، انا هجيب شاورمتي واجي. يا ريت. يلا تعالي. بس قولي لي البشاميل اللي في الخلاط عايزه اعمله اول مره. حاضر. حضرتك امبارح قلتي ان هو كوبايه دي، كوبايه قد ايه يعني؟ كوبايه العاديه المج. المج بتاع الشاي العادي يعني، خمس ست معالق كبار كده مثلا. ماشي صح كده. ولتر لبن ان شاء الله. هعمله ان شاء الله، عشان شاء الله. كل مره انا بحب احمر الدقيق وكده فاجرب. لا لا ده لا، ودي جايه في السكه دي ما تقلقيش، دي تحفه. يلا يا جميل. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا تيفال والله. تسلم ايدك وصحه والف عافيه على اللي هياكله النهارده ان شاء الله. الله يكرمك يا مدام ناديه، اشكرك. شايفين ازاي؟ ادي التوميه تحت وقطعتين ثلاثة خيار، كل حدودي الكسرتين اللي في العيش، وبعدين اروح لما الجنب الاولاني وادي الجنب الثاني عليه كده، واحدد بايديا مكان الحشوه فين، وبعدين اروح واخده الحرف ده. بصوا كده اهو، ثبت وافضل الف الف اهو، وبعدين اروح مبططاه على الناحيه المفتوحه اللي تحت. ماشي. واحد كمان وخلاص، زمان الطاسه بتاعتنا سخنت، نروح على طول نحمر فيها. بص يا ستي العيش بيجي كده مقفول اهو، تفتحي كده بالراحه سايسيه كده. اللي هيسالوني بجيبه منين، اي مطعم سوري او اي فرن بيعمله ممكن يديكي، مفيش اي مشكله خالص. قولي قولي جبتيه منين. بصوا كده التوميه يا جيجي. اهلا وسهلا يا جيجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جيجي؟ حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين. يا قلبي قلبي يا جيجي، والله بتغني للشاورما كمان يا جيجي النهارده. تسلم ايدك، تحفه 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 ما شاء الله. شميتي ريحتها ولا لا بقى؟ شميتي الريحه؟ طبعا وصلتني عبر القارات. يلا يا جميل قولي لهم الغدا النهارده احلى شاورما في الدنيا ان شاء الله. يا حبيبه قلبي تسلم ايديك وتسلم ايدك على كل حاجه. نيار اعصاب والله، نفسيتنا تعبت على راي مين 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 اللي نفسيته تعبت؟ قولي لي. كلنا نفسينا تعبت من اللي انت بتعمليها. يلا على المعمل على طول، هغريكي اهو، انت تدخلي المعمل على طول ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. الف سلامه عليكي، بعد الشر عليكي يا قمر، تعيشي. اشكرك. بصوا دي السلوك اللي هتوقعنا دي يا جماعه، قلنا عليها قلنا عليها قلنا عليها. بصوا الطاسه سخنت، حطيت فيها مسحه زيت، واروح جايه نازله بالعيش على الناحيه المفتوحه كده واتك عليه. بصوا اهو. طبعا في المحلات السوري عندهم المكوى اللي هي آله كده عامله زي المكوى، هي فعلا بيسموها المكوى، مكوه السندوتشات، بيدوسوا عليها بيحطوها كده، بتفضل مبططه السندوتش لغايه ما يتحمر، وفي نفس الوقت بتخليه يقفل كويس قوي. فاحنا ما عندناش المكوى، فبنعمل ايه؟ بنستخدم ضغطة كف ايدينا اهو كده، ما بياخدش وقت خالص. مفيش ماسكه هنا يا اولاد، ما حطيتوش ماسكه، ما حطيتوش ماسكه. فين فين؟ صح. ماشي يا منى، ماشي يا منى، ماشي. بصوا لا انا مش عايزه الماسكه، شوفوا الماسكه جت، انا بقى مش عايزه الماسكه. شوفوا العند بقى يا اخي، بسم الله كده. وادي تلمي. واضغطي برضو لما تقلبيه كده، اضغطي. دي الناحيه اللي كانت مفتوحه اهي، قفلت اهي بالشكل ده. طيب لو انا بقى عايزه اقدم مع السندوتشات دي، عايزه اقدم فته شاورما، فته الشاورما من اسهل اسهل انواع الفته.
كل اللي فيها شويه رز وعيش، وتروحي حاطه الشاورما، وخصوصا اللي احنا عاملينها بالبصل والطماطم بتبقى طريه مع الرز. عايزين بس نجيب طبق نطلع فيه السندوتشات بتاعتنا. شفتوا بقى؟ خلاص ما خدتش وقت خالص. مين قولي لي بس مين. مها، ماشي يا مها. انا ما اقدرش اكسر كلام مخرجتنا حبيبتنا يا اختي. مخرجتنا تأمر واحنا ننفذ. اخدوا كده حته بس سيكه كده على الجنبين كده وخلاص. ادي اول واحد خلص معانا، التاني على الناحيه التانيه. بصوا المقرمش ده بقى حياتي بقى، حياتي بقى. ما بحبش انا الرغيف يبقى طري شويه، المقرمش ده بقى بيبقى عسل عسل عسل. خلاويص ادي، واو واو واو. وادي كمان ده، بسم الله. وخلاص نطفي البوتاجاز. وادي السندوتشات كمان خلصت. تعالوا بقى نقدم دلوقتي الفته ونقدم السندوتشات بتاعتنا، نشوف هنعمل ايه. نشيل التوميه دي ونشيل الخيار ونجيب طبق حلو كده محترم للفته كده. وهجيب حله رز بسمتي اصفر عاملاه بالكركم، وطبعا حاطه فيه بقى ايه، حبهان، قرنفل، ورق لورح، ريحه طالعه يعني مش قادره اقول لكم. كل ده محطوط في حله الرز بتاعتنا اللي هنغرف هنعمل الشاورما بيها. نفس الكبشه اللي كنت بحطاها في الشاورما هغرف بيها الرز عشان الصوص اللي فيها ده يدي طعم حلو للرز بتاعنا. بسم الله. كده وحاطه كمان عودين قرفه. بصوا بقى الرز، ودي كده هتبقى صينيه لفتت الشاورما ملهاش حل باذن الله. الف هنا وشفا لكل حبايبنا يا رب. اظن اعتقد حتى ريحه الرز دلوقتي طالعه لكم، يعني انا لسه عاملاه دلوقتي وقلت مش هطفي عليه غير يا دوبك واحنا داخلين الهواء عشان يبقى سخن كده وتبقى الريحه واصله لكم بهذا الشكل. اللي هيحجز يدفع. عاملين على فكره يا جماعه، عاملين في كنترول بيحجزوا، اللي حاجز يدفع. شوفوا بقى الاكله دي هتجيبوها من بره بكام. ايوه يا سمر مش لازم نلم. كده الله الله الله، النبي شويه رز زي العسل يستاهلوا بقكم والله. وخلطه الشاورما دي سر سر حربي، والطريقه بتاعه الصاج دي يعني طريقه ملهاش حل. من الاخر ما تقوليش لعدوك عليها، قولي لحبايبك بس. كده ادي الطبق بتاعنا النهارده بالشكل ده، نظبطه بس عشان يستقبل الشاورما بتاعتنا. واظبط كده الحروف بتاعته بالشكل ده. ده احنا خلصنا، احنا خلصنا. انت جايه تقولي لي دلوقتي في الاخر لما ضمنتي حقك صح، ونشيل حله الرز. نمسح بس الدنيا دي عشان نقدم اطباقنا الحلوه كده على رواقه وعلى نظافه. زي ما قلت لكم قبل كده، اهم من الشغل ضبط الشغل. شيلي بقى كده. لا والله. طب وعشان خاطر الشاورما. وعشان خاطر الشاورما، بصوا طبعا ريحه الفحم مع ريحه الشاورما مع ريحه الرز، كل لا 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 لا، شاورما ام نور. كده شاورما ام محمد. ام محمد، شاورما ام محمد بالشكل ده في كل حته كده. ادي طبق الشاورما بتاعنا. طبق ايه؟ طبق ايه بس؟ حرام نقول عليه طبق، صح يا سمر؟ كده صح جدا، صح جدا جدا. ونجيب العيش. بسم الله. لا والله. وبعدين نروح حاطين كده العيش في كل مكان، نلف كده بالشكل ده كمان كمان كمان. شفتي بقى عملنا ايه؟ ما كملناش نص ساعة. طيب انا لو عايزة بقى اتعبكم نفسيا اكتر واكتر، شوفوا هعمل ايه دلوقتي. حاجة مش هتاخد دقيقة،
فين السندوتشات اللي عملناها؟ اهي هنقربها كده وهجيب بلانشا بسرعه بسرعه. هي سمر ماشي جدا جدا والله، يعني بصي ثلاثه جدا. وهجيب سكينه وتعالوا بقى دي اللي لسه عاملينها دلوقتي مع بعض. هفتح كده بسم الله، بصوا نفتح كده تاني بالشكل ده كده، ونفس الصينية بتاعتنا دي هنروح موزعين السندوتشات عليها كده. يلا يا ستي اتفضلوا تدمروا. اتفضلوا صينية ألف هنا وشفا لكل حبايبنا يا رب. فيها السندوتشات وفيها الرز وفيها عيش الشاورما، يعني بصوا من الآخر اهي كده عشان الوقت، بس مش عايزة اتكركب والنبي كده اهو. وادي واخر رغيف بقى اللي متحمر الحلو ده، خلاص حاضر من عينيا. بس كده من عينيا هنروح عاملين كده اهو كده، وحاطين كده. ايه يا سمر ده يا سمر، ينفع الكلام ده يا سمر النهارده؟ يعني يلا بينا. يبقى احنا النهارده يا جماعه عملنا الشاورما بتاعتنا، شاورما الصاج بمنتهى السهوله. بدل الصاج ممكن تستعملي صينيه عاديه، اهم حاجه الصينيه تكون سخنه، التتبيله الشاورما ما تبقاش سايله، كل حاجه عندك تكون سخنه عشان الشاورما تستوي في 5 دقايق ولا تشد ولا اي حاجه خالص. قدمناها بالتتبيله بتاعتنا وضفنا عليها عرفنا ازاي بصل وطماطم، وقدمناها مع الرز وقدمناها مع السندوتشات الحلوه دي، وعملنا بيها الصينيه المتينه اللي انتوا شايفينها دي يا سمر. الصينيه ايه بتتكلم. يا سلام سلم، الصينيه بتتكلم. الف هنا وشفا ليكم يا رب.